الشعب التونسي متصالح مع نفسه، الشعب التونسي ما عندناش صراعات وما ريناش انه يعني ثم نعرات جهوية ولا قبلية ولا إثنية ولا حتى فكرية في تونس. ما عندناش هذا، احنا شعب موحد ومتماسك، عرفنا العنف إلا وقت اللي جات مجموعة حكمت البلاد. مصلحة الوطن لا تعني لها شيئا، بل هي تخدم في مصلحة تنظيمات عالمية ولائها للاستعمار وصنعها الاستعمار. المصالحة الاقتصادية مصالحة من مع من؟ هل نقصد بها مصالحة اللصوص مع الحكام أم مصالحة اللصوص مع الشعب؟ وش هي مصالحة؟ أي نوع من المصالحة؟ اللي تضروا من رجال الأعمال الفاسدين هم الشعب التونسي. الشعب التونسي ممثل في الدولة التونسية، لأنهم هذوما ناس نهبوا المال العام. فعلى أي أساس تتم المصالحة؟ إذا تمت على أساس عفى الله عما سلف، اللي ماشيين وراء المصالحة دي نقول لهم ما هيش متاعك اللي باش تصالح فيه، اللي باش تسامح فيه رجال الأعمال الفاسدين وما نهبوه من إمكانيات الشعب التونسي، نقول له مش على كيفك، ما هوش متاعك حتى تسامح فيه. أنت يعني لا تستطيع أن تتنازل على شيء لا تملكه. هذه ثروات التوانسة نهبوها عصابات من رجال الأعمال كانوا متنفذين لدى السلطة ولدى نظام بن علي وعصابته. إذا كان ثم حاجة اسمها مصالحة فيجب أن لا تتم إلا قبل أن يحاسب هؤلاء اللصوص على ما سرقوا. مشيت مليارات من خزينة الدولة التونسية في يعني بفعل علاقات متشابكة بين يعني المال والسلطة. هذه نحن شبكة نحبها تتفرك. هذوما ناس نحن لا ندعي إلى إقصاء أحد أو إلى إبعاد أحد يا سيدي أو حتى إلى سجن أحد. رجعوا اللي هزتوه، وما استنفعتم به من 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 ساعة ما خذيتوا هالفلوس هذه ترجعوه للشعب التونسي. وقبل ما نتحدث على موضوع المصالحة هذه، يجب أن نتحدث قبلها على موضوع المحاسبة. وثم مسار للعدالة الانتقالية، هذاك لا يمكن لما يسمى هذا بالمصالحة أن تتجاوز العدالة الانتقالية. هذه ناس يلزمها تتحاسب ويلزمها تكشف كل هذه الملفات، لأنه الوقت بعد أنه بلغ الشعب التونسي من وعيه أنه ما عادش حتى حاجة تتخبى، يلزم تتصارح، يعني يتصارحوا التوانسة بما حصل، بمن سرق إمكانات التوانسة وأين ذهبت، ويجب أن تعود إمكانيات التونسيين إلى التونسيين.